السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة التربية الإسلامية واللغة العربية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022. التربية الإسلامية، السؤال الأول: اكتب ما تحفظه من سورة الرحمن واضبط أواخر ما تكتبه من قوله تعالى الرحمن إلى قوله تعالى والحب والعصف والريحان. الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. السؤال الثاني فرع ألف، أجب عن نقطة واحدة فقط: اكتب حديثا نبويا شريفا في البر والإثم مضبوطا بالشكل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صدق رسول الله. نجي على الفرع باء ثانيا، أكمل الحديث النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فرع باء: أعطي معاني خمسا من الكلمات الآتية: يسجدان، يخضعان لله، الأكمام أوعية طلعها، آية معجزة، مهطعين مسرعين، السكينة الطمأنينة والثبات، علمه البيان، علم الإنسان التعبير في نفسه باللغة. اللغة العربية. الإنشاء: اكتب في أحد المواضيع الآتيين: التواضع، يعني تكتب عن التواضع، والوفاة صفة يتصف بها أصحاب النفوس العالية. قواعد اللغة العربية: قال النبي صلى الله عليه وآله: لأن يأخذ أحدكم حبلة ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هناك أفعال جواهن خط اللي هن يأخذ، يأتي، يبيعها، ويسأل، ومنعوه. شنو الأبواب مالتها؟ نجي أولا السؤال الأول فرع ألف: يأخذ الباب الأول، يأتي الباب الثاني، يبيع الباب الثاني، يسأل الباب الثالث، منع يمنع الباب الثالث. السؤال أول فرع باء يقول: قال الشاعر: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن أي به وعظاتي. هنا يقول: رجعت فاتهمت وناديت فاحتسبت. هات مصادر الأفعال التالية: رجع رجوعا يعني على وزن فعول، اتهم اتهاما أو اتهام عادي تكتب، نادى لأما تكتب نداء أو تكتب منادات، اثنين صحيحات. احتسبت احتسابا، هذا بالنسبة لل يقول ما تحته خط، يقول صغ الفعل الصفة المشبهة من الفعل ضاقة ثم واذكر وزنها ثم ضعها في جملة تامة. ضاقة هي ضيق على وزن فيعل، تقدر تقول الرجل ضيق صدره، البيت ضيق مكانه، أي شيء تحطها جملة تامة المعنى. نجي هنا قال الشاعر: قم وامحو ما خطت يمين الباطل جهلا بدين الواحد القهاري. عندنا زين ثلاث من ما تحته خط، عندنا قم على وزن فل، قم على وزن فل، امح على وزن اف، أنت بس تكتب فعل الثلاثي وتحذف الأحرف اللي محذوفة أو تضيف الأحرف اللي انضافت. خطت هي فعلت، وجهلا فعلا، هذا بالنسبة للأوزان. يقول زن: سمي أحد المشتقين واذكر وزنه، الباطل هو اسم فاعل على وزن فاعل، القهار هو صيغة مبالغة على وزن فعال. هات جملة مفيدة لثلاث فقط: مصدر يدل على حرفة أو صناعة، تقدر أي أنت أي حرفة، تجارة أو رعاية، رعاية الوالدين مهمة مثلا، أو صناعة الطابوق صعبة، صناعة مثلا تجارة الخشب مفيدة، فأي شيء أضيف به.
ثانيا صفة مشبهة بالفعل على وزن فعلان، مثلا الغراب العطشان، أو هذا الولد عطشان، هذا الولد جوعان أيضا، لا جوعان ما يصير، عطشان. زين نجي على الاسم آلة لجماد، مثل بالسيف والقلم يزول الظلم، أي شيء جامد، أو تستخدم كلمة سكين. مصدر على وزن استفالة، مثل الرجل قدم استقالته، أو الرجل معروف باستقامته، الموظف قدم استقالته مثلا، تقدر أيضا تقولها. فرع باء يقول نقول المتفوق أفضل الطلاب، بعد كتابة العبارة بصيغة المفرد المؤنثة مرة وبصيغة جمع الذكور مرة أخرى وغير ما يلزم تغييره. احنا بالمتفوق نقول المفرد المتفوقة أفضل الطالبات أو فضل الطالبات، اثنين صحيحات. وبالذكور نقول المتفوقون أفضل الطلاب أو أفاضل الطلاب. زين أجب عن نقطة واحدة، كيف يصاغ اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي؟ وضح ذلك واذكر مثالا عليه. احنا عندنا يصاغ الفعل يشتق من الفعل غير الثلاثي على وزن مضارعه، مع دال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر الحرف ما قبل الأخير. عندك هواي تقدر مثلا مستخرج تعطي مثال. زين يقول صغ اسم المفعول من الفعل رفض ثم ضعه في جملة تامة. رفض مرفوض، مثلا الباطل مرفوض أتباعه، أو ما مرفوض هذا ما مرفوض هذا الجواب، أو مرفوضة العقد، مرفوض العقد، أي شيء تكتب أنت جملة تامة المعنى. نجي على أجب عما يأتي، صغ اسم الآلة من الفعل سارة ثم ضعه في جملة تامة. سارة هي سيارة، السيارة جميلة مثلا. تقول في مصدر الفعل دار دورا دورانا ودوران ودوران. هنا الأول شوفوا دار دوارا، الأول هنا أكو خطأ بالكلمة، دوارا هي معناها فعال لأنه دل على مرض أو داء، بينما دوران هو دل على حركة أو اضطراب. هاي هنا خطأ أنا بعد الحرف الواو ناسيها. زين نجي هنا الفعل، اذكر الأوجه المحتملة لمصدر الفعل زلزل. الفعل زلزل هو فعلل مثل زلزلة، أو فعال مثل فعلال مثل زلزال. زين هذا المصادر مالته. يقول اعرب الجملتين الآتيتين، المؤمن تراك النميمة، المؤمن مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، تراك خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أنتم تعرفون تراك صيغة مبالغة، إذا النميمة مفعول به لصيغة المبالغة منصوب علامة نصبه الفتحة. رجع الجندي رافعا رأسه، رجع فعل ماضي مبني على الفتح، الجندي فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ورافعا شنو حال منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره، وذاك راح يكون رأسه مفعول به لاسم الفاعل رافع منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. زين نجي على متى يعرب معمول اسم المفعول نائب فاعل سد ما سد الخبر، وضح ذلك بالأمثلة. احنا عندنا يعرب اسم المفعول أن يكون اسم المفعول نكرة منونة ودالة على زمن الحال والاستقبال، ويجب أن يعتمد على نفي أو استفهام. ما مسلوبة حقوق وراءها مطالب، هاي شوفوا ما نافية، أو أمقبول الرأي المجنون في المحكمة، هنا استفهام. الأدب والنصوص. السؤال الرابع، على ما تدل لفظة الأدب في العصر الإسلامي وما الدليل على ذلك؟ تدل على مكارم الأخلاق، فقال الرسول صلى الله أدبني ربي فأحسن تأديبي، هاي اللي يقول دليلك على ذلك. من شاعر العرب الأكبر وما أبرز دواوينه؟ شاعر العرب الأكبر هو محمد مهدي الجواهري، أكبر أكثر يعني أبرز دواوينه بريد الغربة، هو عنده هواي دواوين، تقدر تكتب واحد من عتن ثم تكتب ثلاثة أبيات مضبوطة بالشكل، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتيني، حييت سبحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطيني، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. نجي على أجب عن اثنين، ما المقصود بالنثر الوصفي؟ النثر الوصفي يشتمل على الدراسات المتعلقة بنشأة الأدب الإبداعي وتحليله وتقويمه، مثل كتب تاريخ الأدب وكتب النقد الأدبي. نجي هنا
مثلا عندنا السؤال الوراء يقول: ما الذي يهدف به الشاعر الرصافي في قصيدته المرضعة؟ يهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية التي تدعو إلى مساندة الضعيف والإحسان إلى الفقراء. ثالثا، شاعر عراقي ولد في النجف الأشرف لأب عراقي وأم لبنانية، من هو؟ واذكر أبرز مؤلفاته. أحمد الصافي النجفي، الأمواج، اللفحات، هزل وجد، الشلال، هاي أبرز مؤلفاته. نجي السؤال الخامس، فرع ألف، انسب المؤلفات الآتية إلى أصحابها: مجنون ليلى أحمد شوقي، تذكار الماضي إيليا أبو ماضي، حالة حصار هو محمود درويش، والصمعة لنازك الملائكة. با، لمن قصيدة لأني غريب وما الذي تمثله ثم أكتب ما تحفظه منها مضبوطة بالشكل؟ هي لأني غريب لبدر شاكر السياب، صرخة شو تمثل؟ صرخة تجسد غربته. لأني غريب لأن العراق الحبيب بعيد، وأنا هنا في اشتياق إليه إليها أنادي عراق، فيرجع لي من ندائي نحيب، تفجر عنه الصدى، أحس بأني عبرت المدى، عبرت المدى. هذه بالنسبة لي. يقول السؤال جيم، فرع جيم، سؤال خامس فرع جيم، أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها: يقسم الشعر من حيث الموضوع، تكتب التثنين الوجداني والتمثيلي. من أبرز الصحف التي ساهمت في نهوض الأدب ونشر الوعي والروح الوطنية هي الوقائع المصرية والزهراء العراقية، تقدر تكتب الرائدة التونسية وأي شيء ثاني يعني من ضمن الموجودات عندك. يكون رد الكلمات التالية إلى أبياتها، اختر ثلاثة: الهدى، رثة، الكوة، الدمدمة. عندنا هنا السؤال السادس: الهدى، ولد الهدى فالكائنات ضياء، فم الزمان تبسم وثناء، رثة أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذرفه في الخد عيناها، الكوة وقم نستقبل الفجر فقد لاح من الكوة. هذه الدمدمة هي موجودة: ودمدمة الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر، موجودة في قصيدة أبو القاسم الشابي. علل نقطتين فقط: اتفق الباحثون على أن حملة نابليون على مصر هي الفاصل بين أدب العصور المتأخرة والعصر الحديث لما تركه من آثار في الحياة الثقافية المصرية. ما داعي أنه تكتب مطبعة بولاق وجريدة الوقائع المصرية، يعني لهنا لما تركه من آثار في الحياة الثقافية المصرية. يقول: نفي شوقي إلى إسبانيا عام 1915 بسبب علاقته مع الخديوي توفيق وابنه عباس، فضلا على علاقته مع الزعيم المصري مصطفى كامل. يقول: عد العصر الأموي عصر الخطابة الذهبي، ليش؟ لأنه وجد فيه ديوان خاص للرسائل. رتب ثلاث من الأسماء التالية إلى عصورهم: المعلقات هي عصر ما قبل الإسلام، صفي الدين الحلي هو العصور المتأخرة، محمود سامي البارودي هو العصر الحديث، والشريف الرضي هو العصر العباسي. عندنا الإملاء، السؤال السابع: عجب عن أحد الفرعين، ما المقصود بهمزة الوسط القطع العفو؟ واذكر ثلاثة مواضع ترد همزة القطع فيها. عندنا همزة القطع هي شنو؟ وهي الهمزة التي ينطق بها في بدء الكلام وفي وصله، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف وبعض الأدوات. عد الثلاث وين تصير ماضي الفعلين الثلاثي والرباعي المبدوئين، هاي كلمة بهمزة، مثل أخذ وأكل. أيضا أمر الفعل الرباعي المبدوء بهمزة مثل أقبل وأكمل. الفعل المضارع المسند إلى صيغة المتكلم مثل أقرأ وأدعو. زين، نجي على فرع باء، عد الثلاثة من علامات الترقيم: النقطة مثل العمل الصالح يرفع قدر صاحبه، أو الفاصلة جمعت بين القوي والضعيف والغني والفقير، أو القوسان أو التنصيص. لهنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.